أما ابتكار التواصل اللاتزامني للدراسة مع المدرس فهذا لا يستوجب تواجد الطرفين معا في آن واحد، حيث يسجل الطالب تلاوته ويرسلها للأستاذ الذي يقوم بدوره بتصحيح الأخطاء وإرسال تعليقاته للطالب حتى يعمل على تصحيحها. وهنا نرى على سبيل المثال طالبا يسجل تلاوته بالضغط على زر التسجيل، ثم وبعد أن يفرغ من تسجيل تلاوته يضغط على زر الإرسال ليرسل واجبه المسجل إلى أستاذه أينما كان حول العالم. وعلى الطرف الآخر من العالم يستمع المدرس لتلاوة الطالب في أي فرصة ووقت يناسب المدرس، ويقوم بتحديد مكان الأخطاء على نفس صفحة الواجب، ويرفق بكل خطأ تعليقاته وتوجيهاته للطالب. بهذا يتمكن الطالب من أن يشاهد مكان أخطائه محددة الموقع على المصحف الشريف، ويقرأ تعليق المدرس الكتابي على كل خطأ مقترنا بتعليق صوتي يوجه به المدرس الطالب صوتا لكيفية النطق الصحيح. فمما رزقناهم الخطأ هو ترك قلقلة القاف. أفمن كان مؤمنا الخطأ هو ترك إخفاء النون الساكنة عند الكاف.